بكرة كمان النادي الأهلي بيقيم حفل لاتنين من رموز النادي الأهلي، الكابتن حسن حمدي والكابتن حسن مصطفى، اتنين كبار جدا وقامات ورموز في تاريخ الكرة المصرية وكرة اليد. كابتن حسن حمدي مشوار كبير جدا من العطاء داخل النادي الأهلي، وهو ناشئ وهو لاعب وهو مدير الكرة وهو مشرف على الكرة وهو عضو مجلس إدارة وهو نائب لرئيس النادي الأهلي وهو رئيس النادي الأهلي، ويسطر تاريخ كبير جدا من البطولات. كابتن حسن حمدي رحلة كبيرة جدا من العطاء، درس مهم جدا في إدارة الكرة. كابتن حسن حمدي بكرة مع الدكتور حسن مصطفى أيضا اللي هو واحد من أبناء النادي الأهلي اللي كتبوا تاريخ كبير جدا في كرة اليد المصرية. كنا بنشوف اليد المصرية مش موجودة على الساحة الأفريقية ولا العالمية. منذ أن تولى الدكتور حسن مصطفى رئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد وهو بدأ يحط اللوائح، كانت كرة اليد قبل تولي الدكتور حسن مصطفى ما كانتش موجودة على الخريطة وعلى الساحة. عمرنا ما وصلنا نهائي كأس الأمم لكرة اليد، ولا كنا وصيف ولا وصلنا قبل كده لكأس الأمم. لما حط اللوائح بدأنا نشوف مصر بتحصد البطولات وبدأنا نكون موجودين على منصات الكرة العالمية. اتنين مهمين جدا، اتنين قامات ورموز في النادي الأهلي، الكابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى. أفضل ما في التكريم إن التكريم دايما بيكون عظيم وشيء جميل لما يكونوا الاتنين موجودين على قيد الحياة، ده أهمية التكريم، ويكون وسط العائلة وسط الأسرة وسط الأحفاد وسط عائلة الأهلي ووسط جماهير النادي الأهلي، فبيكون التكريم ليه معنى كبير جدا. إن شاء الله بكرة النادي الأهلي بيقيم حفل للكابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى يليق بتاريخ كل منهما.